سلمان وهو أخصائي نفسي. صباح الخير حسام، أهلا وسهلا وجمعة مباركة. صباح الخير عليك سيدي، صباح الخير على كل متتبعينك، جعل الله هذا اليوم خير علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. طيب بداية سيد حسام، ما هي أهمية العطلة للأطفال وللتلميذ خاصة؟ بالطبع سيدي، العطلة هي راحة ككل الطفل أو التلميذ أو كل الناس أو كل بشر، ولكن بالنسبة للطفل الصغير هي المتنفس الوحيد والسبيل الوحيد لعودة التجديد أو عودة اللعب، لأن الطفل الصغير عقله لا يزال يميل إلى الراحة، لا يزال يميل إلى اللعب، لا يزال يميل إلى ما يعرف بالاستمتاع. أما بالنسبة له أيضا العطلة تعتبر هي تجديد لقدراته، تجديد لطاقته، وأيضا المحاولة لكسب المتعة في مرحلة معينة. لذلك نرى أنه كل ما قلنا أن هنالك عطلة بالنسبة للطفل الصغير أو المتمدرس يجيك فرحة، يعني الفرحة لا تسعه، يعني يبقى دائما يقول لك راني خارج عطلة، راني خارج عطلة. وهذا نحن أيضا اختبرناه يا سيدي في مرحلة من مراحل حياتنا، أن كنا أيضا نفرح بالعطلة. بالنسبة لنا تعتبر كمتنفس أو وسيلة للهروب من الدراسة أو وسيلة أخرى من الاستمتاع بالاصطياف أو الاستجمام أو محاولة أيضا لكسب وقت آخر بالفرح واللعب. صحيح. طيب هل تكفي العطلة وحدها سيد حسام، العطلة الصيفية قصدي، ولا يجب دائما يكون فيه عطلة ويكون فيه استراحة للأطفال؟ نعم سيدي، بالطبع لا تفريط ولا إفراط، يعني إنسان ما يقدرش يفرط، يعني ما يقولش إنه ما نمدولهمش عطلة، ولكن لازم تكون عندهم عطلة أو عطلتين أو ما شابه خلال العام، لأنه الحاجة إلى تجديد القدرات والحاجة إلى الراحة، خصوصا في كثافة البرامج أو سرعة أو تنوع البرامج التعليمية، نلقاو باللي لازم الراحة، لأنه عادة الجانب الدراسي في الجزائر لا توجد مركبات اللعب، يعني اللعب المتواصل، أو أن هنالك لعب وظيفي بالنسبة للطفل أو تلميذ أو كذا، لأنه لذلك يحتاج إلى راحة بشكل واضح باش يجدد طاقته. والراحة يا سيدي هي وسيلة لإعادة بناء تعديل المستوى، من ناحية أنه هذا التلميذ أو هذا المتمدرس يشعر بأن هنالك اهتمام برغباته، وهذا جانب واضح. ونشوفه بزاف كثير من الأولياء يجيبون أولادهم للعيادات يقول لك أنا ولدي والله في فترة العطلة حبيت أني نتناقش معاه على حاجاته، حبيت صحيح. نفهمه، نعم حبيت نفهمه علاش حتى ما يقراليش، حتى توصل العطلة يولي يفرح الكراس صح، مهزوش. يعني بوز، مصطلحات، يعني نعم فترة يعاود فيها الإنسان يراجع علاقته مع أبنائه، يراجع اختيارات أبنائه. طيب طبعا طبعا حسام، سيدي، لما تغلق المدارس ولما تغلق روضات الأطفال خاصة، فالأطفال مضطرين للمكوث في المنزل لأوقات طويلة. طبعا المكوث في المنزل يعني فيه بعض العادات السلبية، ربما استخدام الهاتف بكثرة، مشاهدة التلفاز لمدة طويلة. كيف يمكن أن يسير الأولياء هذه الأمور السلبية إن صح التعبير بين قوسين؟ بالطبع سيدي، باش يخسروا الأولياء هذا الأمر عليهم أول شيء إدراك أنه أستاذ حسام زلمان هو أخصائي نفسي، وكنا نتناقش حول العطلة الصيفية وكيف يمكن أن يستغلها الأولياء وحتى الأبناء على حد سواء في تنمية قدراتهم في تنظيم العطلة. إذا نحاول أن نربط الاتصال بالأستاذ حسام زلمان وهو أخصائي نفسي. حسام، كنت سألتك أنه الفترات الطويلة لمكوث الأطفال في المنزل أكيد يصاحبها أمور سلبية، الاستخدام المفرط للهاتف وكذلك المشاهدة المطولة للتلفزيون. ماذا تنصح حسام الأولياء؟ بالطبع سيدي، أول شيء المكوث في المنزل له آثار سلبية واضحة، وأيضا له تأثيرات على مستوى العقل لدى الطفل، خصوصا في استخدامه صح، للهواتف. نحن نعم
نحن كمختصين دائما نقوله الأولياء أو نعطيه صورة للأولياء أنهم لازم يكونوا حذرين في استخدام الهواتف خصوصا في العطلة، لأنه العطلة قد تسبب مشاكل. المشاكل اللي واضحة مثلا في المستويات الدراسية خصوصا باستخدام الهاتف، لأنه الهواتف تأثر بشكل واضح على مستوى وقدرات الطفل. نعم نعم الهاتف الاجتماعي يا أخي، نعم نعم حسام. طيب غير بدائل غير الهاتف والتلفزيون، ماذا تقدمون نعم. أنتم كأخصائيين نفسانيين؟ التوجه للنوادي الرياضية، اللعب في الخارج، زيارة الأهل، التنزه في الشواطئ، ماذا تنصحون حسام؟ نعم سيدي، هذا سؤال مهم جدا، لأنه الأولياء دائما يطرحون سؤال يقول لك وش هو البديل؟ البديل هو الألعاب اللي مرتبطة بالأحاسيس، الألعاب اللي مرتبطة بأنه الألعاب السابقة مثلا الألعاب البسيطة اللي فيها شطرنج ضامة، الأمور التي هي فيها تفكير، فيها تعامل اجتماعي مع بعضك ومع الأسرة، يعني مع بعض، مع كل أو مع كل الأسرة. أيضا الشيء الآخر وهو التنسيق، تعليم الطفل هذا التنسيق، كيفاش الألعاب اللي فيها تنسيق، مثلا الأم صحيح والأب يلعبوا معه مثلا اللي بال واللي بول، هذوك يهزهم يديهم يروح بهم يجي بهم، يعني هكذا يكون عنده تحسين وظيفي تحت التنسيق. وأيضا إذا كان هنالك نشاطات مثلا خارج المنزل، مثلا في المؤسسات التي فيها الالعاب، اللي مثلا المراكز النوادي، هذه الامور جيده. ايضا حفظ القران امر جيد، ايضا التنزه، ايضا كل هذه الامور تصب في صالح الطفل، لانه كثير من الاولياء اذا دخل الطفل معهم في عطله راح يصير مشاكل اكثر واكثر، راح نشوف الطفل هذا صحيح تدهور في حالته النفسية والحالة أيضا العلمية. نلقاوها باللي عاد دايما يلتصق بالتلفاز أو الهاتف، نعم حتى يولي يستغنى عن اللغة، يولي ما يهضرش بزاف. صحيح الشيء الآخر والمهم يا سيدي، علينا أن ندرك أن هذا الطفل الصغير راه كيلكي العجين، إذا كل ما عدلناها كل ما مشيناها كل ما عرفنا أن نصل بها إلى طريق صحيح، ولكن إذا ما عطينا له أحساب هواءه راح نحطموه. لذلك الأولياء يدركوا هذا الجانب، وكثير منهم يجي يقول لي أنا بعد ما قفلوا الروضات خليته معايا وحطيت له التلفاز، وين وليت شفته ما يركزش بزاف. صحيح لذلك هذا الأمر يتوقف، ولازم نلعب معاه الالعاب ما يعرف لا بسيكوموتريسيتي، العاب النفس الجسديه، مثلا نحسوا باللي هذيك الحاجه ما لازمش يطيحها ويلعب معايا، عنده جائزه بعد ذلك، هكذا يكون الاستمتاع. لانه عندك فرصه، اعطاتك الايام واعطاتك الاطلاف فرصه اخرى لتكتشف ولدك، صحيح. تكتشف طيب امور. نعم حسام، فيه أمر آخر كذلك يشدد ويركز عليه الكثير من أولياء الأمور، مش عارفين إذا إيجابي ولا سلبي، أنه تعود تربط طفلك بالدراسة والبرنامج الدراسي أثناء العطلة، كي يقول لك أنا نستغل العطلة باش ننمي القدرات الدراسية والفكرية لابني. كيف يمكن أن نقيم هذا الأمر، سلبي ولا إيجابي؟ نعم سيدي، هذا سؤال أكثر أهم من اللي قبله. نعم لماذا؟ لأنه كثير من الأولاد نحن لدينا ما يعرف بصعوبات التعلم. صعوبات التعلم هذه يا سيدي هي مشكلة لدى الطفل، أنه ما يقدرش يتعلم، نعم ومنه الصعوبات النمائية والأكاديمية. نحن ننصح هذا النوع اللي عندهم صعوبات في التعلم، نقابل اللي معدلاتهم يعني ماهيش في مستوى يعني واضح، ننصحهم انه في العطله عندهم برامج خاصه بصعوبات التعلم. اما الطفل العادي واللي نقاطه جيده لا داعي، لانه فتره العطله باش تعاود تجدد له فكره التعلم راح ينفر منها اصلا، يقول لك بمصطلح ثقافي وشعبي يا سيدي، ايه القرايه لحقتني ديما، هذا هو صح الكلمه اللي ديما صح نسمعوها، القرايه راهي لحقتني ديما. اما اللي عنده صعوبات في التعلم، انا انصح انه يكون عنده برامج في مرحله العطله احسن واحسن، لانه صعوبات التعلم
متفاقمة في المجتمع الجزائري، متفاقمة في المدارس، نلقاو باللي الأولاد بزاف ما يعرفوش يقراو ما يعرفوش يكتبوا وعندهم صحيح، مشكلة على مستوى التنسيق. نعم لذلك أنا أنصح بصعوبات التعلم أن يكون كاين برنامج، أما اللي ما عندوش صعوبات التعلم ونتائجه جيدة نسمحوا له أنه يكون مرتاح، ولكن كي تقرب الفترة هكذا ما قبل صح الدراسة نعاود نرونوفلي فكرة أنه يحب يطالع شوية. نخلوه يعني نحاولوا نحافظوا على المستوى الدراسي تاعه نعم أثناء العطلة. نعم طيب حسام، فيه أمر آخر كذلك، الكثير من الأطفال بمجرد الدخول في العطلة، وكل واحد عنده أسبابه، يتوجه إلى سوق العمل. فيه الكثيرين والديهم محتاجين وعائلاتهم محتاجة فمضطرين للعمل، إن شاء الله ربي يعاونهم على كل حال. فيه كذلك من يتوجهون لاكتساب مهارات جديدة في التجارة، في صنعة معينة ربما. كيف يمكن، أو كأخصائيين نفسانيين كيف تشوفوا هذا الأمر؟ نعم سيدي، العمل لدى الأولاد وفي فترة العطلة هي أمر جيد، لأنه احنا ما نعرف بالعلاجات الوظيفية. العلاجات الوظيفية هذه تحسن أداء الطفل في المجتمع وتحسن أداؤه في المرونة أو اللدونة العصبية، وش باش يفهمنا المتابع الكريم وش معناتها اللدونة العصبية، أنه يكون مرن مع الحياة ما يتكسرش ليه. لذلك العمل بالنسبة للطفل الصغير هو جيد، ولكن في بعض الأحيان يكون خطير، في حالة ما إذا كان يأثر بزاف عليه من ناحية جسدية، يأثر عليه من ناحية نفسية، ويأثر عليه من الناحية المرتبطة بأدائه في المستقبل، يعني محاولته ورغبته إلى الدراسة أو رغبته إلى تجديد حياته. لذلك نشوف كثير من الأولاد يبدأ يعمل في فترة العطلة، وبعد ذلك يجي فكرة أن العمل أحسن من الدراسة، وهنا صح يتولي خطر. نعم، هنا يولي خطر وهنا يولي قلق بالنسبة للأولياء وبالنسبة لحياة ومستقبل هذا الطفل. لذلك العمل أمر جيد أن نشطوه، لذلك الدول الغربية نلقاو بزاف في مرحلة العطلة يعطوهم نشاطات يقوموا بهم في المجتمع لكي يساعدوا أنفسهم على فهم هذا المجتمع، هذا صح أمر جيد. ولكن في حالة ما إذا تعب الطفل هذا تعب جسدي شديد وفقد المتعة، لأنه إذا عمل طول الصيف فقط لتلبية الحاجات أنه يكون خطر يا سيدي، لأنه ما استمتعش أصلا بالعطلة تاعه، ما صحيح استمتعش أصلا بحاجياته. لذلك نكونوا متولهين، إذا عمل يعمل على روحه ولكن وفق شروط وفق ضوابط، وما ينساش باللي لازم يرجع يقرأ، لأنه كثير منهم بمصطلح ثقافي يعني داقوا المال، داقوا المصروف، يعني المصروف صحيح يدوق هو الطفل الصغير المصروف يقول لك لازمني أعمل، لأنه العمل هو الأساس، خليني من القراية، نعم وهذا هو المشكل. وكثير منهم كان سبب في أنه توقف على الدراسة، وهذا ما نراه في المجتمع الجزائري في بعض الأحيان، وطبعا يقول لك أنا راح نخدم خير وخير طرح بخير، هذه هي صحيح، المصطلحات الثقافية. أما فالأولياء لازم يوزنوا بين الأمرين. حسام نعم سيدي، نعم، واصل حسام، نعم أنا معك. لازم تكون كيف، نعم لازم تكون كفتين، نخليه يعمل ولكن ما لازمش نوقفه على فكرة أنه يقرأ، أنه يقرأ، أنه يجدد حياته، أنه يجيب شهادة ويرفع المستوى في العمل. لذلك نكونوا حاضرين. كاين اسر، نعم في مجتمعنا كاين اسر فقيره تحتاج الى الدعم بالنسبه لاولادها، بالنسبه للمجتمع تحاول انها تسخر اولادها لهذا الدعم، ولكن ما تنساش باللي انه الدعم هذا وقتي، ولكن اذا طفل صغير نجح ان شاء الله وساندناه راح يكون دعمه اكثر واكثر واحسن للاسره. لذلك نكونوا متوازنين. نعم حسام، بالنسبة للأطفال صغار السن، أتحدث عن 3 4 سنوات، واللي والديهم يكونوا في العمل في معظم الأوقات من اليوم، تنصحون بربما توفير جليس للأطفال خاصة مع إغلاق الروضات؟ والله يا سيدي، في حالة ما إذا قلنا جليس الأطفال إذا كانوا الأولياء في زوج يعملوا عملهم يكون صعب شوية وياخذ وقت، هنا ممكن أن نقول احتمال جليس الأطفال، ولكن لازم يعوضوا الأولياء، وهذا الخطأ. لأنه يا سيدي في 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 علم النفس المرضي والطب العقلي للأولاد عندنا شيء يعرف بالاستدخال. وش معناته الاستدخال؟ هو أن الطفل الصغير يكون العلاقة مع الأم، يكون صح علاقة مع الأب،
هنا هذه الأب هو المسؤول على الضمير، إذا ما كانش الأب صعوبة أنه يجي ضمير. الشيء الثاني، الأم هي مسؤولة على بناية التواصل بينها وبين ولدها. لذلك في بعض الأحيان نشوف باللي إذا كان الطفل من روضة لروضة، ومن من من كراش كراش، ومن ربة منزل ربة منزل، بعد ذلك تجي الأم، نلقاوه باللي ما يتعلقش بأمه، تصرى له خلل في التواصل مع أمه، نشوفوا باللي كاين مشكل. ولكن في حالة ما إذا كان عمل الأم وعمل الأب صعب وفيه مسؤولية، يطلب أنه نجيبوا المربية، ولكن نعوض على الأم وعلى الأب أنها تعوض على ولدها أو بنتها، تعوض لهم هذا نعم الحنانة أو هذا مرحلة الفراغ، لأنه الحرمان العاطفي يؤثر بشكل واضح. يا سيدي، في تجربة تم القيام بها في قديما من 1975 إلى 80، نعم شافوا بلي الأولاد اللي كانوا يروحوا بانتظام إلى الروضة ويرجعوا براحة مع أولاد مع والديهم، يعني مع الآباء تاعهم، نلقاو راحتهم النفسية شديدة والتواصل تاعهم مليح، نلقاهم بلي أيضا يتعاملوا بطريقة جيدة. أما الأولاد اللي مهمشين يعني عاطفيا وما يروحوش بانتظام للروضة، وفي خلل أنه الأولياء تاعهم ما يشوفوهمش، لقينا عندهم تأثير واضح على نفسيتهم من الناحية الاجتماعية ومن ناحية التواصل، حتى في بعض الأحيان يشكوا بلا راهو توحد. صحيح، لذلك نكونوا حذرين من هذه النقطة. نعم والشيء الآخر المهم هو حذرين مع المربيات، لأنه يا سيدي في بعض الأحيان يجيونا كوارث للعيادات، تقول لك أنا حطيت ولدي عند مربية والمربية خلات التلفاز، الطفل تاعي راهو أمام التلفاز أو بنتي أمام التلفاز، هذا مشكل، من اللي حطيتها اللي هزيتها، وهذا وهذا مشكل. مشكل شديد. نعم، وهو كذلك. نعم، أشكرك جزيل العفو سيدي. الشكر سيد حسام زلمان، أخصائي نفسي، على هذه المشاركة وعلى هذه النصائح القيمة التي نتمنى أن يأخذها الأولياء بعين الاعتبار. شكرا جزيلا حسام، ويومك موفق. مشاهدي